الرمان منخفض في السعرات الحرارية والدهون، لكن غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، وبتشمل فوائده إنه غني بمضادات الأكسدة وبيساعد صحة القلب والصحة البولية، وكمان بيساهم في القدرة على التحمل وفوائد تانية كتيرة. فحلقتنا النهاردة هنتعرف على فوائد غير متوقعة للرمان وليه بننصح بأكله كل يوم. أول الفوائد إنه مليان بالعناصر الغذائية. بشكل عام زي ما ذكرنا إن الرمان منخفض في السعرات الحرارية والدهون وغني بالألياف والفيتامينات والمعادن. وحبة الرمان متوسطة الحجم بتحتوي على 234 سعر حراري، وبتحتوي كمان على 4.7 جرام من البروتين و3.3 جرام من الدهون و52 جرام من الكربوهيدرات. أما الألياف بتحتوي حبة الرمان المتوسطة متوسطة الحجم على 11.3 جرام من الألياف. حبة الرمان المتوسطة الحجم كمان بتديك من احتياجك اليومي من فيتامين سي 32% و27% من حمض الفوليك و8% من المغنيسيوم و8% من الفوسفور. أما البوتاسيوم بتحصل من الحبة المتوسطة على 13% من احتياجك من البوتاسيوم. لكن لازم ناخد بالنا إن المعلومات الغذائية للرمان حبوب الرمان بتختلف عن اللي موجودة في عصير الرمان، واللي مش هيقدر يوفر كتير من الألياف أو فيتامين سي. تاني الفوائد انه غني بمضادات الاكسده. مضادات الاكسده هي المركبات اللي بتساعدك على حمايه خلايا جسمك من التلف اللي بتسببه الجذور الحره، والكميات الكبيره من الجذور الحره ممكن تكون ضاره وبتساهم في عدد كتير من الامراض المزمنه. الرمان غني بمضادات الاكسده ومركبات البوليفينول اللي منها البونيكالاجين والانثوسيانين، وبيعتبر الحصول على مضادات الاكسده من الفواكه زي الرمان طريقة رائعة علشان تدعم صحتك العامة وتحميك من الأمراض. ثالث الفوائد انه هيساعد في منع الالتهاب. بيساهم الالتهاب المزمن في كتير من الحالات المرضية زي امراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان، وبيساعد تناول الرمان في منع الالتهابات المرتبطة بالحالات المزمنة دي. وبيرجع لحد كبير فايدة الرمان ان عنده مركبات زي البونيكالاجين اللي ثبت ان لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات في نفس الوقت. وفي حين ان احنا في حاجة لمزيد من الأبحاث، لكن المصادر الموثوقة بتظهر ان تناول عصير الرمان ممكن يقلل من علامات معينة للالتهاب. رقم 4 ليه خصائص مضادة للسرطان. وجدت الأبحاث إن المركبات الموجودة في الرمان لها خصائص مضادة للسرطان، وكمان الأبحاث اللي أجريت على الحيوانات لقت إن الرمان بيساعد على إبطاء نمو الأورام في المراحل المبكرة من سرطان الكبد. بالإضافة لذلك وفقا للأبحاث الأخرى وجد إن مستخلص الرمان بيكون مفيد جدا لسرطان البروستاتا. الفائدة الخامسة ان الرمان بيقدم فوائد صحية للقلب، وفي ادلة موثوقة على ان الفواكه الغنية بمركبات البوليفينول اللي زي الرمان بتفيد صحة القلب. وعلى سبيل المثال في دراسة اجريت على الاشخاص المصابين بامراض القلب لقت ان شرب عصير الرمان بيؤدي الى تقليل تكرار وشدة الام الصدر، بالاضافة كمان الى بعض المؤشرات الحيوية اللي بتشير الى وجود تأثير وقائي على صحة القلب. رقم 6 دعم صحة المسالك البولية. وجدت بعض الدراسات المخبرية والبشرية ان مستخلص الرمان بيساعد في تقليل تكوين حصوات الكلى، وفي احدى الدراسات اللي اجريت عام 2014 لقيت ان مستخلص الرمان بيمنع الآلية المرتبطة بتكوين الحصوات عند الاشخاص اللي بيعانوا من حصوات الكلى المتكررة. بالاضافة لذلك وجدت الدراسات اللي اجريت على الحيوانات ان مستخلص الرمان هيساعد في تنظيم تركيز الاكسالات والكالسيوم والفوسفات في الدم، ودي بتعتبر المكونات الشائعة في حصوات الكلى. الفائدة السابعة ان ليه خصائص مضادة للميكروبات. بتساعد مركبات الرمان في محاربة الكائنات الحية الدقيقة الضارة، وعلى سبيل المثال بتحمي صحة الفم عن طريق الحد من نمو الجراثيم اللي بتساهم في رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان.
8 هيحسن القدرة على التحمل أثناء ممارسة الرياضة. البوليفينول الموجود في الرمان بيزود من القدرة على التحمل أثناء ممارسة التمارين الرياضية. ووجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن مستخلص الرمان بيزود من وقت الإرهاق ويحسن الأداء عند راكب الدراجات. ووجدت أبحاث تانية أن مكملات الرمان بتحسن القدرة على التحمل وتزود من التعافي الخاص بالعضلات. الفائدة التاسعة انه هيكون ممتاز لعقلك. بيحتوي الرمان على مضادات الاكسدة اللي بتسمى الإيلاجيتانين، ودي بتساعد على تقليل الالتهاب في الجسم. ووجدت بعض الدراسات ان الإيلاجيتانين بتساعد في حماية الدماغ من مرض الزهايمر ومرض باركنسون، وده عن طريق تقليل الاضرار التأكسدية وزيادة بقاء خلايا الدماغ. بيعتقد كمان ان الإيلاجيتانين بتنتج مركب في الامعاء بيسمى اليورولوثين الف، وده تم دراسته علشان قدرته على تقليل الالتهاب في الدماغ وتأخير ظهور الأمراض المعرفية. واخر الفوائد انه بيدعم صحة الجهاز الهضمي. بيساعد تناول الرمان في دعم صحة ميكروبيوم الامعاء، واللي بيلعب دور رئيسي في كتير من جوانب الصحة. ووجدت ابحاث اختبارية ان الرمان ممكن يزود من مستويات بكتيريا الامعاء المفيدة، وبتعمل البريوبيوتيك كوقود للبكتيريا المفيدة في امعائك وتدعم ميكروبيوم الامعاء الصحي. بالاضافة لذلك، حب الرمان غني بالالياف، وده امر ضروري لصحة الجهاز الهضمي وبيحميه من بعض أمراض الجهاز الهضمي الشهيرة زي الإمساك. وقبل نهاية حلقتنا بنحب نفكركم ان جميع مصادر معلوماتنا هتلاقوها في وصف الفيديو، وممكن تشرفونا بزيارة موقعنا www.رعاية.com وهتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف. نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وزي ما تعودنا اي استفسارات ياريت تكتبولنا في التعليقات وهنجاوب عليها. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا معنا في قناة رعاية علشان تتابعوا معنا كل جديد عن عالم الصحة والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.